السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم مع فاطمة. وصفة اليوم خبز بالشعير أو الزرع، واستعملت معهم أيضا 3 أنواع دقيق أخرى دوك تشوفوها. هذا الخبز تاع اليوم يجي جد طري وصحي، ويحتوي أيضا على الحبوب. فقط بكيلو تاع دقيق حضرت جميع هذه الكمية اللي راكم تشوفوا فيها في الصورة. سنمر مباشرة إلى المكونات وطريقة التحضير. بسم الله. هنايا في اناء الخلاط راني واضعه 500 غرام نتاع دقيق القمح الكامل. سنحتاج الى دقيق الشعير 250 غرام، هنايا دقيق جودار او فارين دو سيغل استعملت 125 غرام، وهنا فارين دو ساغازان 125 غرام، وتسمى ايضا دقيق الحنطه، يعني بيناتهم كامل كاين كيلو نتاع دقيق. هنا فقط ملاحظه، ماشي مشروط تستعملوا جميع انواع الدقيق اللي شفتوهم، هنا عطيتكم فقط فكره، لكن لما كانش عندكم حاضرين تقدروا استعمال في هذه الوصفه فقط دقيق الشعير مع الفارينه او الدقيق الابيض، ومادا بكم الا كانت عندكم حاضره مخاله زيدوا شويه معاهم باش هكاك الخبز يكون صحي اكثر. كما هذا اللي راكم تشوفوا فيه في الصورة صنعته فقط بالفارينة والنخالة والشعير. سنحتاج أيضا إلى الزريعة أو الحبوب، فيها الجلجلان، شيا، وأيضا زريعة الكتان. استعملت 2 ملاعق كبار مخلطة بيناتهم. هنا كما راكم تلاحظوا راني نخلط جميع أنواع الدقيق اللي ذكرتهم مع بعض. سنضيف للدقيق 2 ملاعق كبار تاع بودرة حليب، الحبوب اللي ذكرناهم، يعني غادي نضيفوا جميع المكونات الجافه. 2 ملاعق كبار خميره الخبز او خميره فوريه، ملعقه كبيره نتاع سكر، 2 ملاعق صغار نتاع ملح. غادي نخلطوا المكونات الجافه كما راكم تلاحظوا. من بعد غادي نضيف 3 ملاعق كبار تاع زيت زيتون او 30 غرام. بعد نخلطوا ثاني شويه، بعد غادي نجمعوا العجينه بالماء يكون اكثر من دافي، يعني ساخن بصح ما يحرقش. هنا راني نضيف في الماء ونجمع في العجينه، وفي الاخير لازم تحصلوا على عجينه تكون تتلاصق مثل لابغيوش. لازم تتحصلوا على عجينه تكون طريه. استعملت بالتقريب 750 مليلتر نتاع الماء. الان غادي نعجنوا العجينه، اما ندلكوها بواسطه العجان او بواسطه اليد. هنا رانا نعجنوا في العجينه بالعجان، نقعدوا نعجنوا فيها حتى تولي ملساء، وما تنسوش ايضا اضافه الخل. هنا نسيته وضعته في الاخير، معليش، وضعت من 1/4 ملعقة صغيره باش الخبز يجيكم شباب خفيف، وتقدروا اضافه الخل مع الماء، من تزيدوا الماء زيدوا معاه شويه خل. هنا بعد ما تعجنت العجينه غادي ننزعوها ونوضعوها في اناء، هذا الاناء راني دهنته بالزيت، غادي نوضع فيه العجينه، وكما راكم تلاحظوا القوام نتاعها تجي طريه بزاف. غادي هكا كندوروها مليح باش تتشرب هذاك الزيت، وايضا باش من بعد من يتضاعف حجمها ما تلصق لكمش في لو بول. غادي نغطوها ونخلوها حتى يتضاعف الحجم نتاعها. بعد ما تضاعف الحجم نتاعها كما راكم تلاحظوا في الصوره، غادي نوضعوها فوق طاوله العمل. هنا راني نوضع القليل من دقيق القمح الكامل، وغادي نوضع فوقه العجينه. غادي تشوفوا طريقتين في تشكيل الخبز على شكل مثلث، هذه الطريقه الاولى. غادي نعدلوا العجينه قليلا، من بعد قسمتها على 2. غادي ناخذ قطعه وغادي نعطيها شكل باغيت، تضغطوا عليها قليلا، من بعد تلفوها مثل ما نلفوا كاطو غولي، غادي نعطوها شكل اسطواني. من بعد غادي تضغطوا عليها حتى توصلوها لسمك 1 ولا 1.5 سنتيمتر. هنا راني نعدل فيها اما بواسطه كوبات او بواسطه لاغولات، لاغولات تسهل عليكم الخدمه بزاف. بعد ما نعدلوها تقدروا تقسموها الى مثلثات مثل ما نعملوا في لي كرواسون بالشكل اللي راكم تشوفوا فيه في الصوره. والطريقه الثانيه غادي تجيكم اسهل من هذه، وهذيك القطعه المتبقيه ايضا طبقت عليها هذه الطريقه وقصيتها الى مثلثات. من بعد توضعوا الخبز نتاعكم في بلاطو تكونوا واضعين فيه الفارينه، وتخلوه على جهه حتى يتضاعف الحجم نتاعه باش تقوموا بطهيه.
بالنسبه للطريقه الثانيه نفس الشيء، بعد ما العجينه تضاعف حجمها تخبزوها، وغادي تخبزوها كبير كما راكم تلاحظوا مباشره بلا ما تقطعوها على تنين. من بعد هنايا غادي تقطعوها الى شرائح، ما تنسوش ايضا تعدلوا الحافه. من بعد كل شريحه غادي تقصوها الى مثلثات، هذه الطريقه ايضا سهله. بالنسبه للعجينه المتبقيه عجنتهم وصنعتهم كرات وخليتهم قليلا باش يرتاحوا، من بعد خبزتهم على الشكل راكم تشوفوا فيه في الصوره. بعد الخبز خليته يرتاح حتى يتضاعف الحجم نتاعه باش نقوموا بطهيه، وهذا الخبز اللي صنعته فقط بالفارينه والشعير، وهذا اللي راكم تشوفوا فيه في الصوره صنعته باربع انواع تاع الدقيق من بينهم الشعير. نفس الشيء نخلوه يتضاعف الحجم نتاعه على الشكل راكم تشوفوا فيه في الصوره، من بعد نقوم بطهيه مباشره في فرن يكون ساخن جدا على درجه حراره 230 درجه مئويه، ما يعادل بالتقريب 460 حتى 480 درجه فارنهايت. وماذا بكم وضعوا اناء فيه ماء داخل الفرن باش تكون هناك رطوبه والخبز يجيكم كما تاع برا، ومده الطهي تكون بالتقريب 20 دقيقة أو حتى تشوفوه تحمر على الشكل اللي راكم تشوفوا فيه في الصورة. هذا الخبز اللي صنعته بالفارينة والشعير فقط، تشوفوا كيفاش يجي طري، وغادي تشوفوا أيضا الخبز الثاني اللي صنعته بأربع أنواع نتاع فارينة أو دقيق. هنايا شوفوا كيفاش يجي من الداخل، يجي خفيف ومنسوف كثيرا وتقدروا تستعملوه للساندويتشات. وهذا الخبز اللي صنعته باربع انواع تاع دقيق من بينهم الشعير يجي ايضا طري، لكن اللون تاعه يجي شويه داكن على الاول. انا غادي نفتح لكم واحده وتشوفوا ايضا كيفاش يجي من الداخل. بالنسبه لملاحظه اليوم تخص دقيق الشعير، اذا بغيتوا تحضروا خبز الشعير لوحده يعني ما تزيدوش اضافات نتاع فارينه، هنايا غادي يجيكم شويه قاصح، يجيكم شويه صلب، يعني ما غاديش يجيكم مطري. لذلك باش يجيكم مطري لازم تخلطوا معاه دقيق اخر. بالنسبه للوصفه الثانيه ما ذكرتش المقادير نتاع الفارينه اللي وضعتهم، اللي استعملت فيها فقط الفارينه والنخاله والشعير، استعملت ربع كيلو نتاع شعير او دقيق شعير مع 3/4 كيلو نتاع فارينه او دقيق ابيض، وزدت لهم 50 غرام نتاع نخاله، يعني بين الدقيق نتاع الفارينه والدقيق تاع الشعير كيلو، ودائما دقيق تاع الشعير نوضع اقل باش الخبز يجيني خفيف. وصلنا الى نهايه الوصفه نتاع اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم. قولكم مع السلامه والى الفيديو الجاي ان شاء الله.